قصه النهارده او صفه النهارده بتتكلم على الاجتماع على الاكل، حاجه بقت شبه مندثره في مجتمعاتنا للاسف. كنا زمان كلنا بنتجمع على الغدا وبنتجمع على العشاء، فيبقى في ود بين العيله، حتى بالمصري دايما نقول في بينا عيش وملح. لكن للاسف الصفه دي دلوقتي بقت كتير جدا مش موجوده في عائلات كتير وفي مجتمعات كتير، مع ان ده عكس سنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مره مجموعه من الصحابه راحوا لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالوا: يا رسول الله، انا ناكل ولا نشبع. احنا بناكل بس مش بنشبع. فقال صلى الله عليه واله: لعلكم تفرقون على طعامكم. قالوا له: بصراحه يا سيدنا، يعني ايه؟ يعني لعلكم كل واحد بياكل لوحده، تفرقون على طعامكم، كل واحد بياكل لوحده. قالوا له: بصراحة يا سيدنا النبي كل واحد بياكل لوحده. قال: فبذلك، ولكن اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك الله لكم فيه. فلما كل واحد ياكل لوحده هتلاقي نفسك مش بتشبع، مفيش بركة في الأكل. لكن لما نتجمع الغدا ربنا يزيد ويبارك، والأكل يكفي كل اللي قاعدين، وتحصل ألفة وينشأ ود بين كل اللي قاعدين مع بعض. سيدنا رسول الله طبق ده عملي في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. قصة جميلة جدا رواها الإمام البخاري عن سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. سيدنا جابر بيقول: كنا في الخندق أيام غزوة الخندق، والجيش كله كان بيحفر على الخندق وبقالنا قرب العشر أيام جوع غير عادي، كل الناس جعانة، لدرجة أن سيدنا جابر بيقول: وأنا ماشي على الخندق بصيت على سيدنا النبي فرأيت في وجه رسول الله ما ليس لي عليه صبر. شفت ايه يا سيدنا جابر؟ بيقول: رأيت الجوع في وجه رسول الله وقد ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. كنت زمان دايما ببقى مش فاهم يعني ايه يربط على بطنه الحجر من الجوع، يعني ايه؟ يعني واحد جعان، لدرجة ان انا جربتها ربطت على بطني الحجر وانا جعانة مش بعتش، وبعد كده فهمت المغزى ايه. الإنسان من كتر الجوع أحيانا ممكن ينحن، حتى يقولك مش قادر يفرد ظهره، فمن كتر الجوع بينحن، فالمنظر ده بيبان على الشخص ده إن هو جعان، فعشان ما يتكسفش قدام الناس بيروح جايب حجرة وربطها على بطنه ويزمها من ظهره فظهره يتفرد فما يبانش على الجوع. عشان كده سيدنا رسول الله كان بيربط على بطنه أحيانا الحجر، ويوم غزوة الخندق الصحابة قالوا كان رابط على بطنه حجرين مش واحد بس. فلما سيدنا جابر شاف الجوع ده في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ما قدرش يستحمل، رجع بسرعة لمراته قال لها: هل عندنا طعام؟ عندك أكل؟ قالت: نعم يا جابر، بس اللي عندي قليل، عندي حفنة من شعير، حفنة يعني ملو كف إيدي كده بس أقل مش مليان للآخر، ونسلة من عناق، العناق يعني المعزة الصغيرة، نسلة لحمة وحفنة من شعير، حنأكلها للأولاد، عندهم 9 بنات. قال: لا، لن نطعم الأولاد، نوميهم النهاردة، نأتي برسول الله يأكل صلوات ربي وسلامه عليه. قالت: أجل يا جابر، ولكن يا جابر إياك أن تفضحني برسول الله، متحرجنيش قدام سيدنا، تجيب سيدنا النبي بس عليه الصلاة والسلام، ما تجيبش حد من الصحابة معاه، الأكل مش هيكفي. قال: لا تخافي، رسول الله فقط. قالت: نعم. ويطلع سيدنا جابر ويطلع على الخندق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لقى سيدنا رسول الله واقف على جبل سلع كان عمال يراقب الحفر. فطلع سيدنا جابر قال: يا رسول الله، عايز حضرتك في كلمه. قال له: اتفضل يا جابر. قال: لا، كلمه في اذنك يا رسول الله. فسيدنا النبي عمل له كده. فسيدنا جابر قال له: يا رسول الله، في البيت عندنا اكل شلته لحضرتك، تعالى اتغدى عندنا يا سيدنا رسول الله. فسيدنا قال له: وحدي يا جابر؟ اصل سيدنا عمر ما بياكل لوحده. محدش حكى لنا في السيرة أبدا إن سيدنا رسول الله أكل لوحده صلوات ربي وسلامه عليه. قال: واحد يا جابر. فسيدنا جابر قال له: يا رسول الله، الأكل حفنة شعير ونسلة عناق، مش هتكفي بني آدم أصلا. قال: واحد يا جابر. قال: يا رسول الله، يعني لو حضرتك مصمم ممكن أبو بكر وعمر ييجوا بس مش هياكلوا، يعني الأكل مش هيكفي. فابتسم صلوات ربي وسلامه عليه وقال: انتظر يا جابر. ويطلع مرة تانية سيدنا عليه الصلاة والسلام يقف على جبل سلع ويبدأ ينادي بصوت عالي: أيها الناس، جابر يدعوكم اليوم على طعام، اتفضلوا، جابر عازمكم النهاردة على غدا. سيدنا جابر بيقول: وكانوا 1400. فسيدنا جابر راح ماسك في ثوب سيدنا النبي وشد، قال: يا رسول الله، الأكل والله حفن شعير ونسلة عناق، ومراته محذراه فقلقان. قال: لا تخاف يا جابر، روح بس قول لمراتك ما تغرفش الا لما انا اجي.
تغرف ايه يا سيدنا نبي، ده هم حب الشعير ما بيتغرفوش. اسمع كلام يا جابر، اسمع كلام سيدنا نبي، حتى لو مش موافق للمنطق بتاعك، اسمع كلام سيدنا نبي، هو عارف هو بيقول ايه. فيرجع جري سيدنا جابر على زوجته ويقول لها ادركيني ادركيني. قالت ويحك يا جابر، ما صنعت، انت عملت ايه؟ قال رسول الله ياتي ومعه الجيش. قالت بك وبك، يعني يا كذا يا كذا، انفعلت جدا. لا والله العظيم انا ماليش دعوه. فلما هديت شويه قالت له أعلمت رسول الله بالطعام؟ سيدنا عارف احنا عندنا ايه؟ قال لها اه والله قلت له. قالت اذا لن يضيعنا، رسول الله اعلم، هو عارف هو بيعمل ايه. ويجي سيدنا صلى الله عليه واله وسلم ويقف ويقول لجابر يا جابر دخل لي الجيش 10 10، ويقول للجيش قبل ما يمشي ما تخشوش فجاه كده على بيت جابر 1400، البيت مش هيستحمل. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل بيت سيدنا جابر واتحط الاكل ودعا صلى الله عليه واله بالبركه وقال يا جابر انت بوابنا اليوم، اقف على الباب دخلي 10 10. رسول الله ما حدش هياكل. اسمع كلام يا جابر. يقف سيدنا جابر بيحكي بيقول فدخل اول 10 وطلعوا بيخبطوا كده على بطنهم، شكرا يا جابر، جزاك الله خيرا، الاكل حلو جدا. هو انتوا شبعتوا؟ اه على الاخر. تاني 10 3 10 لحد 1400. سيدنا جابر بيقول وكلهم يخرجوا يخبطوا كده على بطنهم ويقولي شكرا يا جابر، جزاك الله خيرا. سيدنا جابر بيقول دخلت على رسول الله لقيته مبتسم ووجهه كالقمر ويقول لي يا جابر بارك الله لك في أهلك ومالك وطعامك. فنظر سيدنا جابر إلى الطعام فوجده كما هو.